بديت صنعة 78 بديتها كهواية طولت مرز يعني مصدر بتاع العيش متاعي فهمتني؟ كنت نتعامل مع صيانة مدينة أي معلم تاريخي راني أنا موجود فيه نبدو بالولية الصالحين الكل راني خادمهم شكري بن علي. النقشة حديدة هي مكثريتها لي ميزون دوت في وسط المدينة راهم قاعدين يرجعوا في التاريخ يعطيهم الصحة بالحق فما اللي يدخل خاطر التوريست يحب الحضارة متاع تونس شنو هو كي يدخل مش يدخل باش يرقد ويخرج ولا ياكل لا يلزمو يتمعن في الميزون دوت الموجودة توا فاقت التوانسة مهندسين زاد فاقوا ولا يدخلوا في النقشة حديدة عبارة على هذيك تراث تونسي ما جبناهاش نحنا من برا لا لا متاعنا متاعنا قاعدين ننفذوا فيها النقشة حديدة معروفة على التوانسة والمغاربة وثم في الجزائر زادة لكن الأغلبية معروفة طبعا عند المغاربة خاطر برشا الناس ما يعرفوش اللي ثم برشا توانسة يخدموا خاطر بدأت تندثر الصنعة هذه صنعتنا هذه صنعة باهية برشا يعني فيها خليط يعني حضاري كبير فيها اللي من المغرب فيها اللي من تونس فيها اللي من الموريسكيين من اسبانيا جات من الاندلس اللي خادمينها مسلمين ثم المعاهد الحفصي ثم يعني من تقريبا يعني من كل الاوقات موجودة بديت اندثر شوية يعني اليد العاملة نحكي مش الصنعة اذا باش نقولوا في الجمهورية التونسية الكل بقات ثم اليد العاملة موجودة يعني ثم شويه في جابس ثم شويه في صفاقس وثم في العاصمه لهنا اللي في العاصمه ما عادش برشا اللي نخدموا خاصه العربي هذايا كانت الدوله متكلفه بهم من التكوين المهني تعمل 3 سنين تيوريك وبراتيك والعبد لله انا نصح لهم في الشهيد متاعهم بالنسبه لي انا راني مخرج ما يقارب ال 35 صناعي يدوروا في البلاد اللي من صفاقس واللي من كامل يعني جمهوريه تونس سنه 2012 تقريبا 2013 المعهد الوطني للصناعه التقليديه اغلق تماما ما عادش ثم حرفيين ولينا معناتها انت كمعلم باش تخدم تحير حتى باش تجيب يعني صانع معاك ولا حتى صانع حتى من الشارع صغار تو ما يخدموش الخدمه هذه معناتها ما ينجم يخدمها حتى حد اللي ممارسها نظري وتطبيقي معناها ينجم يكون مهندس خبير ما ينجمش يشد المربوع ينقش